بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، انطلق على حضراتكم أيضا تاسع الأشواط وهو شوطنا الثالث للفئات الصعوب، مباشرة مع المركز الأول الظبي حمود بن علي الوهيبي من ينطلق مع الظبي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شواهين علي بن عبيد الوهيبي مع المركز الثاني. المركز الثالث شواهين ناصر بن محمد الدويكي على ثالث المراكز. رابع المراكز مشغل مبارك بن حميد الوهيبي من ينطلق مع المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول من جلمودة ناصر بن الغفيق المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، لكن أشوف الظبي اللي انفردت مع المركز الأول بفارق بعيد عن بقية المشاركين المنطلقة في هذه اللحظات بقيادة الظبي مع المركز الأول حمود بن علي الوهيبي. بسم الله ما شاء الله، شوف القادمة في هذه اللحظات والانطلاقة من شواهين ناصر بن محمد الدويكي اللي ينطلق ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء والقدوم الرائع اللي ينطلق في هذه اللحظات. غيرت شواهين نحو المركز الأول، انطلقت شواهين مع الصدارة هذا الشوط. من يتواجد ناصر بن محمد الدويكي ينطلق بهذا التحدي الجميل والقدوم من المركز الخلفي مباشر سريع نحو الصدار ونحو الناموس. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الدويكي على هذا الأداء وهذه النوعية المميزة. المركز الثاني كانت هناك الظبي حمود بن علي الوهيبي. المركز الثالث شواهين علي بن عبيد الوهيبي. دقيقة 47 15 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني هذا الشوط. تهانينا والناموس.